يقول: يوجد على بعض السجادات التي نصلي عليها صور خاصة بالكعبة والمسجد النبوي، فما الحكم؟ ينبغي أن لا يصلى عليها، لأن في الوقوف على الكعبة والوطي عليها نوع من الإهانة، فينبغي لا يجوز تصوير الكعبة في الفرش. ينبغي لمن رآها لا يشتري السجادة التي عليها صور الكعبة، لأنها إن كانت أمامه قد تشوش عليه، وإن كانت تحتاج إليه فيها نوع إهانة. فالأحوط المؤمن أن لا يستعمل هذه السجادات.